السلام عليكم البنات، السلام عليكم اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين والمشاهدات. نتمنى اليوم الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اليوم جبت لكم واحد الاكله غزاله 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 وبنينه بزاف، بواحد الحله جديده اللي هو القرع الاخضر بليزونشوا صالي. اللي بغى يعرف المقادير نتاع هذه الوصفه الرائعه والبنينه واللذيذه بزاف، ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي ويتابع معايا الفيديو الى الاخر باش يعرف المقادير وطريقه التحضير لهذا الطبق الرائع. اذا عزيزاتي اعزائي، نمروا الى مقادير الوصفه نتاعنا نتاع القرع بليزونشوا صالي. عندنا هنا ثلاثه ديال القرعات او القرع الاخضر او القرعه باللهجه المغربيه ديالنا، تكون مقطعه شرائح طويله ومحيد هذاك الوسط اللي كيكون فيه الزريعه خضراء، ما منقياش ما منجوراش، تبقى بالقشره ديالها. عندي هنا 4 فصوص ديال الثوم غير مهرسين، عندي معلقه ونص نتاع الكبار او لي كابر اون فرونسي، عندي معلقه كبيره ونص نتاع القزبر والعدنوس، وعندي واحد لابواط كامله ديال هاد لي زونشوا اللي كيكونوا صالي معلبين في في العلب ديالهم كومسا بحال هادو، كيكونوا معلبين. اللي ما عرفاتش راه كيكون بحال هكا، انا وريتكم كلشي. واحد العلبه كيكونوا العلب ديالهم صغيورين ورقاقين، ماشي ديك السردين لا، هذا راه لي زونشوا خضر كيكونوا شتو صغيورين لي بواط ديالهم. معلقه ديال نص معلقه ديال السوداني، نص معلقه ديال الكمون، ونص معلقه ديال الابزار، وزيت الزيتون للطهي. اذا غادي نمروا لتحضير الوصفه ديالنا. زيت الزيتون واحد شويه منه، غادي نلوحو الثوم ديالنا المهرس، نخليوه يطيب شويه. بعد ما طابت ديال الباس كتغلي لنا ديك الثومه، غادي نرميو السمك ديالنا. يطلق البنة ديالو مع الثومة، نزلوه القرع ديالي، كتجي فيه واحد الريحة زوينة والمذاق زبال رائع جدا. غندير السودانية والإبزار، الكمون، والقزبر والعدنوس، غادي نخليها طيب، نقلبو هادشي باش يدخل التوابل كلشي. القرعة ديالنا غادي نخليها، والان اعزائي خليت لها العافيه حاضره هادئه بزاف، يعني طايحه بزاف حتى طابت قريب، ما نخليوهاش تهرى بزاف حتى تبقى شويه شاده في راسها. خمسه دابا غادي نرمي لها هاد لي كابر صافي باش حتى هما يتعسلوا معاها، وها القرع ديالنا واجد. واحد الرويحه ما نقولكمش البنات، تديروها وجربوها وردوا عليا الخبر في الكومونتير. نخليها شويه تحرق مع داك لي كابر، ابري غادي نطفي عليها ونقدمها لكم. وهو احبائي حبيباتي الطبق ديالنا تاع القرع بلي زونشوا صالي والكبار، وجد طاب طابت على مهلها، ما فيها لا مرقه لا والو، غزيت البلديه ديالها غزاله بواحد المذاق واحد الريحه غزاله كتحمق. اغلبيه ديال الطومه كنلقاو ما نعرفو ما نديرو بالقرعه الخضراء، الوغ اليوم جبت لكم واحد الطبق اللي هو مغاير على الاطباق المغربيه،
نتمنى ينال رضاكم والاعجاب ديالكم الحبيبات ديالي. غادي نذوق معكم بسم الله. زالة راني دابا غادي ما سخيتش نزيد شي معلقه اخرى. المذاق ديال لي زونشوا رائع وما جاتش مالحه نهائيا، شويه بيكونت ماشي بزاف. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر في الكومنتير. وبهذا نكون وصلت الى نهايه الفيديو تاع اليوم. مع اليقين نقول لكم مع السلامه. وقبل ما تمشيو كلشي المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف كيف القاعده، ومع الرابط نتاع الفيديو اللي يمكنكم تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء والعائله واللي عزيز عليكم طبيعه الحال. وما ننساش اهلا وسهلا بالناس اللي انضموا الجدد الى قناتنا، طاوله الطبخ مع لطيفه وسعيده ديال الاختين سعيده في اسبانيا ولطيفه في المغرب، اهلا وسهلا بكم. والقدامين دار داركم هذه وانتم اهلها، واهلا بكم بطبيعه الحال وسهلا. وبهذا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم. مع السلامه.